إنما خلال هذا الوقت ينبغي أن تحتفظ بهدوئك وأعصابك، فلا تضعف ولا تنهار ولا تفقد الثقة في معونة الله وحفظه. لذا فإننا في هذه المحاضرات نتعلم كيف نقتني ونسير ونحيا في حياة الرضا، ولا نجد مثالا حيا معاشا لهذه الفضيلة أعظم وأعمق من حياة أمنا السيدة العذراء. ثم تطرقنا في هذا الكتاب إلى مفهوم السعادة التي يبحث عنها الجميع ويتفقون في طلبها، ويقول عنها غاندي: تتوقف السعادة على ما تستطيع إعطائه لا على ما تستطيع الحصول عليه.